معلومة اليوم على السريع حتكون غير اللي حيعطيها هي أختي لينا عدنان سلامة، محاضرة في جامعة الملك عبدالعزيز، كلية العلوم الطبية التطبيقية، قسم المختبرات الطبية. طبعا تخصصها طفيليات طبية، ومعاها ماجستير في علوم الصحة العامة في طب الاستوائي. حتتكلم لنا عن حاجة متطفلة هذه اليومين اللي هو الجرب. طبعا أنا قلت إنه هي أنسب واحدة تتكلم عن ذا الموضوع. هي ما حتكون معلومة على السريع، هي بما إنها محاضرة في الجامعة فهي أدتكم إياها كأنها محاضرة، فاستمتعوا بالمحاضرة لما تصير سنابية. الله يديها العافية، اتكلمت بشكل مفصل عن هذا الطفيل، يعني فصلته يعني حتى رجولة تكلمت عنها. إن شاء الله تفيدكم السنابات. السلام عليكم. اليوم حنتكلم عن موضوع جدا مهم، عن وباء منتشر مؤخرا في المدارس، بدأ في مدارس مكة وبيقولوا بينتشر في جدة وفي الرياض، الله يحفظنا جميعا. طبعا هو الجرب، شايفين هذه الحلوة، هي حشرة اللي تسبب الجرب. طيب الاسم العلمي للجرب أو للحشرة المسببة للجرب ساركوبتس سكيبي، أو يسموها اتش مايت. إيش هو المايت؟ المايت هو العثة. العثة طبعا عندنا كذا نوع منها أو كذا فصيلة. الساركوبتس سكيبي هي اللي تسبب الجرب. طبعا هي بنفسها الطفيل اللي يسبب الجرب، وليس فيروس زي ما بيتداولوا في الواتساب، ليس فيروس اسمه الجرب أو هي تنقل فيروس اسمه الجرب، لا، هي بنفسها طفيل تتطفل على الإنسان وتجلس في الجلد حقه وتتكاثر وتسبب لي الديزيز حقي، أوكي، أو المرض. طيب إيش نحتاج نعرف عن الجرب؟ طبعا وزارة الصحة ما قصرت، برضو الشؤون التعليمية ما قصرت، وعملوا منشورات وضحوا فيها إيش هو الجرب، كيف طرق الوقاية منه، كيف يتعالج. يعني المفروض إنه المنشورات أتمنى أنها تكون وصلت للجميع. أوكي، طبعا هي حشرة جدا صغيرة، يتراوح حجمها من 0.2 لـ 0.4 ملليمتر. طبعا هذا شكلها disc shaped، تكون مدورة. هذه 3D image مكبرة، ما حنشوف هذه التفاصيل كلها طبعا بالعين المجردة. عندها 8 رجول، طبعا احنا شايفين هنا 4، وعندي 4 خلفية. طيب زي ما انتم شايفين هذه راسها. طيب هذه الفصيلة حتسبب الجرب للإنسان وتسبب الجرب للحيوان، بس العلماء بيقولوا انها طبعا شكليا مورفولوجيكلي ما نقدر نفرق بين اللي تسبب للحيوان واللي تسبب للانسان. طيب بس فيسيولوجيكلي اللي تسبب الجرب للحيوانات خلاص اتعودت انها تعيش في النون هيومن هوست، يعني ما تعيش في الإنسان أو ما تسبب المرض للإنسان. الديزيز اللي يسببه للحيوان يسموه مينج، واللي يسببه للإنسان طبعا بالعربي جرب، بالإنجليش عندنا سكيبيز أكارياسيس and crusted or Norwegian scabies. طبعا يحددوا نوع السكيبيز أو الجرب على حسب عدد الحشرة اللي موجودة في جسم الإنسان. طبعا اذا كانت بالملايين او بالالاف يسموها crested or Norwegian scabies. طبعا هذا الكونديشن يا لطيف مره شيء بشع، مناعه الانسان دائما تكون فيها قليله، ويصير زي غزو من هذه الحشره لجسم الانسان لدرجه تغطيه كده بطبقه
يسموها كراستد. ليش؟ لأنها كده كنا قشرة مقشرة كده، طبقة قشرة فوق الجلد. دحين أوريكم صورة، هذه صورة للنرويجين سكيبيز، شايفين الجلد كيف؟ ويكون يعني في زي كأنه مصبغ بصبغة. يا لطيف، الله يحفظنا جميعا. أوكي طيب، زي ما قلنا أول أنه اللي تصيب الحيوان مختلفة عن اللي تصيب الإنسان، مختلفة فيسيولوجيا وليس شكليا. أوكي، هنا في معلومة عندي بتقول أنه المايتس living on animals very rarely infect human، يعني نادرا ما تسبب الجرب للإنسان. اللي تصيب الحيوان للإنسان، اللي تصيب الحيوان نادرا ما تسبب جرب للإنسان. أوكي، وممكن تسبب، لو سببت حتفضل معاه كذا ويك لين ما تتعالج، بس عموما نادرا. يعني الناقل الوحيد للجرب اللي يصيب الإنسان هو الإنسان نفسه. عشان كذا لما واحد يصاب بالجرب أو يأخذ عدوى جرب من أي أحد، ضروري أني أنا أعالج المرض، وكمان ضروري أني أنا أجلس في بيتي ونعالج، طبعا ونعالج الأسرة، الأسرة كاملة. لأنه طبعا once أنه أي أحد من أفراد الأسرة انصاب، طبيعي أنه يتنقل لجميع أفراد الأسرة. okay. فطبعا قلت لكم هو contagious، يعني ينتقل بسرعة، بس طبعا عن طريق إيش قلنا؟ close contact transmitted only by close contact. طبعا مو إنه على طول من يوم ما قرب جنبي حيتنقل المرض، لا، بيقولوا إنه تقريبا يأخذ من 15 إلى 20 minutes، من 15 إلى 20 دقيقة. يعني أنا لازم أكون جالس جنبه فترة طويلة، لازم أكون يدي في يده فترة طويلة، ممكن بنام على نفس سريره، بأستخدم بعض الأشياء حقته، المناشف، هذه الأشياء، لأنه هذه الحشرة ممكن تعيش خارج جسم الإنسان، يعني تعيش لأيام معدودة خارج جسم الإنسان، يعني ممكن 2 to 3 days بس. طيب خلينا أشوف اللايف سايكل أو دورة الحياة حقت هذه الحشرة. طبعا الحشرة فين حتعيش؟ زي ما احنا شايفين هذا الجلد أو هذا اليد مثلا أو whatever. الحشرة حتحفر نفسها تحت الطبقة العلوية من الجلد. أوكي، هذه الفيميل، الأنثى. طبعا الأنثى حتبيض عندي برضو جوا الحفرة اللي عملتها لنفسها، أو زي الجحر نسميه. أوكي، حتبيض. البيض هذا حياخد تقريبا من 2 to 3 days عشان يفكس. أول ما يفكس حيطلع لي عندي اللارفا اللي هي يسموها زي اليرقة الصغيرة، طيب، من هذه الحشرة. طبعا تاخد من 3 إلى 4 أيام عشان تتحول للمرحلة اللي بعدها، يسموها نيمف ستيج. وهذه النيمف حتتحول برضو خلال 4 إلى 7 أيام لأدلت فيميل أو أنثى أو ذكر. طيب كيف حتتغذى هذه اللارفا وتتحول لنيمف وتتحول لأدلت؟ اللارفا حتسوي نفس الشيء اللي تسويه الأنثى هنا، حتخرج من البيضة، حتخرج برا الجحر، حتروح تحفر لنفسها جحر تاني وتستنى وتتغذى طبعا من الخلايا اللي هي أكلتها في طريقها، من العصارة اللي بتخرج من نفس الخلية، وحتستنى في هذا الجحر يسموه مولتينج بوكيت، زي الجيبة، الجيبة اللي حتتحول فيها من هذه المرحلة لدي المرحلة لدي المرحلة، مولتينج بوكيت. هذه المولتينج بوكيت حتستنى فيها
لما تصير adult female. إذا كانت أنثى حتفضل تستنى فيها إلين ما يجيها الميل ويلقحها. لما تتلقح طبعا حتبدأ الدورة تانية، دورة الحياة ترجع تعيد نفسها تاني، وتبدأ تتكاثر في الجسم وحتسبب الحكة وحساسية للإنسان. هذه دورة الحياة حقت CDC. طيب قلنا الفيميل حتحفر لنفسها جحر، حتدخل حتبيض، البيضة بعد كم يوم حتفقس، حتتحول في المولتينج بوكيت، حتتحول إلى أدلت، وبعدين حتستنى أنها تتلقح وترجع تعيد الدورة نفسها. طيب فين تحب تعيش هذه الحشرة؟ السكيبيز مايت بورو انتو ذا سكين in any part of the body، يعني ممكن تلاقيها في أي جزء من الجسم، بس إنها تحب دائما في أجزاء معينة تكون طبقة الجلد فيها خفيفة وتكون مجعدة. زي فين؟ هذه عندي أكتر مناطق تحب تتجمع فيها، هنا في دي المنطقة وبين الأصابع، شايفين في دي المنطقة وبين الأصابع. طبعا برضو تحب في هذه كمان في هذه المنطقة، في هنا، هنا من الأمام برضو نفس الشيء، هنا، هنا تحب هنا تتجمع، هنا وهنا. أوكي. طيب أنا عندي الراش أو الحساسية، الحبوب الحمراء حتطلع لي في كل الجسم. ليش؟ بسبب أنه مناعتي أو الجهاز المناعي حقي تحسس، فطبعا نتيجة التحسس هذا حينشر لي الحساسية في كل جسمي. يعني هذا مو معناته انه انا في كل هذه الحساسية وكل هذه النقط الحمراء حيكون عندي الحشرة، لا، حتكون في مناطق معينة زي ما وريتكم. واذا رحتوا للعيادة الدكتور ممكن حيقدر يكشف عليها ويعرف هي الجحر حقها فين، وممكن يخرجوها ويشوفوها تحت المكبرات. هذه من الاماكن اللي يحب يعيش فيها، السكيبي مايت، العدة هنا، شايفين هذه ممكن تكون جواها العدة، هذه ممكن تكون جواها العدة، هذا الجحر حقها. بس هذه النقط الصغيرة لا، هذه نتيجة تحسس الجسم منها. نفس الشيء هنا، هي ممكن تكون موجودة هنا، بس أي مكان تاني منتشر فيه الحمار أو النقط الحمراء تحسس من نفس الحشرة. أوكي. طيب كيف نقي نفسنا منها؟ طبعا كثرة الأشياء، الكلام اللي بيقولوا بخوا على نفسكم، بخوا على جسمكم، ومش عارفة مش عارفة، لا يا جماعة مو كذا الموضوع. زي ما قلت لكم ضروري انه المريض يتعالج، ضروري انه المريض يجلس في بيته، ضروري انه يغسل ملابسه بموية حارة، ممكن يحطها في النشافة لعشر دقائق في 50 درجة، حتقتلها، حتقتل المايت. خصوصا طبعا إذا كان بيروح منه الانفكشن وبيرجع له تاني، يعني إذا العدة موجودة أو عايشة في الشراشف السرير حقته، ممكن تكون في المناشف، لازم يعني نتخلص منها. طيب أنا أحمي نفسي إني ما أروح التجمعات، الأماكن اللي فيها زحمة، اللي فيها الناس لازقين في بعض، المدارس، إذا أنا عارف المدرسة فيها أطفال مصابين ما أودي أولادي، لا توديهم. أحاول أنتبه في على أولادي، إذا طلع لهم أي حاجة كده غريبة في جسمهم على طول أروح، لأنه الحكة ما رح تظهر على طول، لسه هي هتحفر نفسها وهتجلس تقريبا تاخد لها كم يوم عشان تظهر. طيب الفيميل عندي ممكن تعيش من 4 لـ6 أسابيع في جسم الإنسان، وإذا خرجت قلنا برا جسم الإنسان هتعيش من 2 لـ5 أيام برا جسم الإنسان. عشان كده أنا أقول إنه إحنا لازم نغسل البيتشيت والتاولز حقتنا عشان نحمي نفسنا من إنه نعدي مرة تانية. طيب العلاجات متوفرة عندي في المراكز الصحية، في المستشفيات، في العيادات. الطبيب طبعا هو اللي يحدد ايش نوع الكريم اللي انت تحتاجي،
على حسب السن، على حسب إذا كانت المرأة حامل ولا ما هي حامل. يعني لازم الطبيب يحدد لك نوع المرهم وكميته وكم يوم تاخديه. طبعا العلاج إن شاء الله ما يطول، وإذا التزمنا يعني تقريبا من 3 إلى 4 أيام وإن شاء الله تختفي الأعراض والحكة. طبعا بيقول لك أحيانا ممكن نحتاج إنه بعد أسبوع نرجع نستخدم المرهم تاني، ويفضل ذلك يعني. وبس والله يحفظنا جميعا من جميع الأمراض والأوبئة المنتشرة مؤخرا، وإن شاء الله أكون أفدتكم وصحح بعض المعلومات.